الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الاجتماع بالنسبة لنا اجتماع استراتيجي اللي هو رقم 27، اجتماع مهم لأنه يأتي في فترة أحداث كبيرة، منها ما يحدث في خارج المنطقة العربية وفيه كذلك ما يحدث في المنطقة العربية. وتواجدنا الحمد لله اليوم بوجود حوالي 40 أو 45 شخص وهم مدراء تنفيذيين لمجموعة البركة المصرفية. تواجدهم هنا دلالة على المغرب أو دلالة على قوة المغرب وصلتها بالمؤسسات الإسلامية أو التشاركية كما يشار إليها في المغرب، وكذلك لدفع البنك الجديد ألا وهو البي تي آي اللي هو بنك الإنماء لأخذ دوره في الاقتصاد المغربي. فتواجد هؤلاء الأشخاص وتواجد هذا الأخوة هو عبارة عن دفع قوي لبي تي آي للمستقبل. جيدة، المغرب استفادت من السلبيات التي كانت موجودة في أسواق أخرى، فعلى سبيل المثال يعني موضوع الهيئات الشرعية، الهيئات الشرعية استقرت في البنك المركزي. في الشرق هنا عندنا في الخليج الهيئات الشرعية موجودة في كل بنك، موجود هيئات شرعية والبنك المركزي كذلك عنده هيئة شرعية. فأنا أظن أن المغرب أخذ مثل نقول جميع سلبيات التي موجودة عندنا، موجودة الآن في المناطق أو في البنوك الإسلامية في منطقة الشرق، وحاول أنه هو يعني يطورها إلى الأحسن. المغرب صراحة يشهد طفرة كبيرة، فهناك توسع في من ناحية المشاريع السياحية، المشاريع الاقتصادية. لا ننسى أن المغرب قريب جدا لدول أوروبية، فحركة الاقتصاد فيه بيكون أسرع من الدول الأخرى. مجموعة البركة لها صار لها فوق 20 سنة، هي متواجدة شركة دلة اللي متواجدة صار لها مدة طويلة وقامت بإنشاء كثير من المشاريع بالذات مشاريع السياحية في المغرب. خبرة تواجدنا هنا 40 سنة في الأسواق، إحنا متواجدين الآن في 17 دولة عن طريق 700 فرع لمجموعة البركة المصرفية. فهذه التواجد سوف ينطلق إن شاء الله، في عندنا خطة 50 لخمس سنوات. هذه الخطة تقريبا يعني نفكر في فتح تقريبا حوالي 37 فرع في خلال 5 سنوات القادمة.